Attack! Good girl, good girl, good girl, good girl. أنا قلقان جدا Smith. دلوقتي على فكرة. Us here, sit. Good girl. اسحبها. Here, fuss. Sit. Down, nuts. Down. هو إيه اللي حصل بالظبط؟ يعني هي استنت الأوردر منك ولا البتاعة دي لقيتها ولا إيه؟ لا هي انت جاي داخل علينا داخله كده ايه يعني باين ان انت جاي داخل تتخانق يعني فانا حسيت منك خطر فانت مش عايز تثبت المفروض انا ليا حرم وهي ليا حرم اي كلب بيرسون بروتكشن ما تقربش اكتر من 4 متر يعني انا دلوقتي ماشي كده تمام انا ما اقربش منك اكتر من مسافه معينه 4 متر بالظبط والا 4 متر 4 متر ده كده بالظبط والا هديها امر بالهجوم عليك فانت اول ما دخلت يعني انا واقف هنا دلوقتي هي ما عندهاش مشكلة دلوقتي بس هي مركزة معايا جدا مركزة عشان عارف انت خطر بالنسبة لها لانها لسه عضاك عشان هي لسه عضاك انا عايز اقول لك حاجة تانية لو انت دخلت جوه وثبت هي هتدور عليك هتشوفك ما دام ثابت مش هتعضك هتهوهو عليك هتهددك بس لو وقفت جوه بتاع دي جرب كده لا انا قلقان لا ما تقلقش كابتن معاك معايا ايه؟ انا معاك هتتعض مكاني يعني؟ لا لا ما تقلقش وبعدين بتاع دي نص بس لا دي مدربة ان هي تقعد كتير عشان انت بدأت اول مرة دي. عندكم الحقن طيب ولا كتير. ايه؟ طيب ادينا بنجرب هنشوف واقف ثابت ها؟ حضرتك هتقف ثابت هنا؟ جوه ثابت ما تتحركش او تيجي تهوه عليك مالكش دعوة بيها ماليش دعوة بيها؟ مش هبص لها في عينيها طيب؟ ست فوس 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 انا كده مش هعرف اجري مش هعرف اعمل اي حاجة فوس انا خايف جدا دلوقتي بجد ست. مش تصوير بقى انا بجد خايف ما هي هتشد هتحس ان انا خايف فهت انتوا بتضحكوا انتوا ها لا بجد والله ده مش مسلسل تصوير هي اتحركت طب مش عايز حركات منكم عشان هي ما تتضايقش اكتر ماشي ممكن ما تجيش طيب بس انتوا ما تصبروش عليها طيب هشوف ما تصبروش عليها طب ممكن احط دراعي قدامها لو عضت ترفوس بس ما تخرجوش بقى خلاص اهو طيب ماشي طالما انت ثابت كده وشي مش هتعرف لسه ورجليا مش هتعرف انا كنت بتفرج على العروض دي وانا طفل على فكره وانا عيل لما كانوا بيجيبوا كليه في المدرسه الكلاب بتاعه كليه الشرطه كبرنا هو عملنا مش فاهم هو حرك ولا ايه انا خايف جدا اوكي اوت انا وشي بيض انا هير فوز صعب وشي فوز ست انت عملت ده انجاز حضرتك هتقف هنا اتجاه كده عشان انت تهرب كده لا انا مش هديها ظهري الكلبه دي لا انت هتجري وهي هتقف تفتح دراعك كده ايمن لا ما تقلقش خالص ما تقلقش ايه بس انت ما اجري مش دلوقتي فوز لاتس لا لا ايه يا عم انت بتعمل ايه؟ اتاك جود جيرل جود جيرل ده كوعي ده كوعي بالظبط قص ست قص سيت سيت فوس فوس امشي معايا فوس فوس امشي معايا امشي معايا ما تقلقش بس هي كده مأمنة عليا ولا ايه؟ مأمنة عليك ست استاذ شريف خلاص انا خلصت كده فوز ممكن نختم الحلقة؟ ممكن نختم الحلقة؟ عشان انا تعبت في الحقيقة يعني الجزء ده انا طول عمري اسمع عنه واتكلم عنه بقلب جامد وكده انا بفهم في الكلاب على فكره اكيد حضراتكم خدتوا بالكم يعني من اول حلقه انا بفهم في الكلاب وربيت كلاب فتره يعني بس الجزء ده انا تعبت
المهم انه كل اللي احنا عاملينه ده علشان حضرتك او حضرتك للمره الالف وانا بقولها في الحلقه، لو انت عندك كلب انت المسؤول عنه اجتماعيا وقانونيا. لو ما عندكش كلب اديك شفت المسافه الامان، ما تقربش، تعمل ايه، تعرف الكلب العدواني من الكلب اللي مش عدواني. الكلاب بقت جزء من حياه البني ادم في كل انحاء العالم، وبقت جزء من حياتنا في خلال الفتره اللي فاتت.